مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو روي؟ ما هي ميزات روي؟ ما هو روي؟ روي توكن هو أسد رقمي لا مركزي صادر عن منصة روي جلوبال، والتي تعمل على شبكة باينانس سمارت تشين. الغرض من استخدام عائد الاستثمار في روي هو بشكل أساسي دفع رسوم المعاملات ورسوم الصرف والخدمات الأخرى في النظام البيئي المالي روي. ما هي ميزات روي؟ تم تصميم روي ليصبح تطبيق مالي وعملي فائق، وهو تطبيق يمكنه تلبية احتياجات أي مستخدم في الصناعة المالية والتشوير. للحصول على رموز عائد الاستثمار تداول على روي، وهو تبادل مالي وعملات معاملات متعدد التطبيقات طورها الفريق الفيتنامي. روي كوين هي عملة ثلاثية هجينة مع وحدة المعالجة المركزية POW فقط ونقاط البيع القياسية وميزة الإيداع، حيث يمكنك قفل المعاملات المعدنية لمدة يومين حتى سنة لزيادة مكافآت نقاط البيع. لديها عامل من جم وحدة المعالجة المركزية المدمج في المحفظة، كما أنه يدفع لنقاط البيع كل كتلة من السلسلة حتى لو كانت المحفظة غير متصلة أو مقفلة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.